انا شباب، اسمي محمد تحسين، انا عندي 30 سنة، انا شغال في رسالة بقالي مثلا يجي حوالي سنة ونص، متطوع في جمعية رسالة، بدي كورسات اكسل. بس كده الاكسل اللي انا هديه لكم في خلال الاربع محاضرات اللي جايين دولت بداية من النهاردة، اكسل هيكون عبارة عن ان احنا بنعرف الاساسيات بتاعة الاكسل، عشان لو ربنا ان شاء الله كرمكم وتشتغلوا في شركات تشتغل في الاكسل، فيبقى عندكم البيزكس او الاساسيات اللي تقدروا تشتغلوا عليها في الاكسل، وبعد كده بقى انتوا تتطوروا مع نفسيكم. واكيد انا مش هقول لكم على كل حاجة في الاكسل، لان الاكسل بحر واسع قوي، فعلشان كده انا بس بديكم الاساسيات انك تقدروا تمشوا على رجليكم في الاكسل، وبعد كده تقدروا تكملوا انتوا بقى لوحدكم. تمام كده يا جماعة؟ تمام. وعلى حضرتك يا باشمهندس، ده هيكون ادفانسد ولا مبتدئ؟ ده يعني بين البنين، اللي هو انا هديك الاساسيات اللي في الاكسل، انا هديك البداية وهديك التوسط، وهنخش مثلا في حاجات فيها شوية تعقيدات شوية، لكن مش هيكون الموضوع كبير. تمام. معلش ممكن سؤال؟ اتفضلي اتفضلي يا ناس. الأول، أولا السلام عليكم. هو دوت الكورس ده اللي قبل ليفل 1 و 2 اللي كنتوا معلنين عليه في رسالة برضه في الأونلاين، صح كده ولا أنا غلطانة؟ بصي يا ناس، هقول لك على حاجة. الكورس اللي أنا ببتدي دلوقتي ده لأي حد مش فاهم يعني إيه إكسل، مش عارف يعني حاجة اسمها إكسل، تمام؟ وكمان هاخده من إيديه كده، هطلعه إزاي يتعامل على الإكسل، إزاي يشتغل، إزاي يعرف الأساسيات، إن هو لو قدر يشتغل، لو عرف يشتغل في شركة أو قدم في شركة يقدر يشتغل بيه. هل كده كلام واضح؟ تمام، يعني مش هحتاج اخد حاجه بعديه كده، اصلا اخدت زمان الاي سي بي ال بس نسيت كل حاجه بصراحه، لا بصي، فبالنسبه لي انا اعتبر برضو من المبتدئين، فعشان كده كنت بسال. انا هبتدي لك من كل حاجه. انا هبتدي من يعني الاكسل، هعلمك فيه حاجات مهمه كتير، واعلمك الاساسيات انك تقدري تدخلي بيه باي شركه ان شاء الله. تمام، اوكي، شكرا. تمام يا استاذ محمد، معايا الادفانسد. كويس، الادفانسد كويس، يعني وصلت لايه في الادفانسد مثلا؟ سامعني كده يا جماعه؟ الكل هنا تمام؟ حد هنا يا جماعه ما اشتغلش بالاكسل قبل كده؟ نعم. حد هنا يا جماعة على اللينك ده ما اشتغلش على الاكسل قبل كده؟ الو، انا بالنسبة لي اول مرة، يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده خدت اي سي بي ال، ويعني ما كنتش بستخدم الكمبيوتر قبل كده، يعني بالنسبة لي اول مرة. تمام. طب حد يا جماعة هنا شغال بالاكسل؟ يعني حد انا معايا ادفانسد و اتفضل اتفضل قول. انا معايا وصلت لحد الادفانسد وشغال بالجدول المحوريه البيفت تيبل، بلوك اب اتش بلوك اب، الاف ايرور، الاف الماكس، الميني، الافريج، الكاونت، الكاونت. انا ان شاء الله هشرح الكلام ده ان شاء الله الشهر ده، قصدي في المحاضرات دي ان شاء الله، ما تقلقش. طيب تمام. تمام. هل في هنا يا جماعه حد تاني؟ طب حد عايز يقول اي حاجه قبل ما ابدا؟ الو، هو الكورس هيأهل؟ اصل انا كنت في كورس ادفانسد ورحت امتحنت فما عرفتش اعدي في الامتحان، وكنت واخده كورس اي سي دي اللي قبلها. بص يا ستي، الكورس اللي انا هبتدي ده كورس ان شاء الله ان شاء الله هيكون يعني مش هيكون وحش خالص، هيكون يقدر يفيدك، وهيقدر كمان يخليكي تشتغلي في اي شغل، وان شاء الله تعدي حاجات كتير. بس طبعا انا مش هديكي كل حاجه في الاكسل،
عشان اديه كل حاجه. انا نفسي في حاجه انا بقالي دلوقتي 7 سنين بتعلم في يعني شغال في الاكسل, وفي حاجات اكيد بتفوتني بس ملم بيه بنسبه 80-90%, لان في لغات برمجه وفي حاجات كتير قوي جوه الاكسل, الموضوع كبير جدا. بس انا بديك الاساسيات اللي انت تحتاجيه لما تيجي تشتغلي, فاهمه؟ مش وصلت لحد البرمجة؟ انت وصلت لحد البرمجة ولا انا؟ الو حد كده سامعني ولا كله يعني كلكم سامعيني ولا في حد معين مش سامعني؟ هبتدي اهو ان شاء الله اهو. تمام انا هبتدي اهو دلوقتي يا جماعه. كانوا سامعيني كويس ولا لا؟ تمام كده يا باشمهندس. ماشي كده, شكرا قوي. ماشي انا دلوقتي اهو ممكن تبدا. حاضر انا بسجل اصلا المحاضره دلوقتي. نفتح بقى كده الاكسل ده كده. بس ممكن شير سكرين يا باشمهندس بعد اذنك؟ حاضر حاضر, انا ليك انا ليك. حاضر. الناس لو بتكلم من غير استئذان يعني. لا 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 تحت امرك تحت امرك يا محمد. ونعمل كده. كانتوا شايفين صح كده؟ شايفين اه تمام. ماشي بصوا بقى كده يا جماعه. ده شكل الاكسل. اللي ما يعرفش يعني ايه اكسل, ده شكل الاكسل. الاكسل بيبقى شكله مربعات كده زي ما انتوا شايفين. تمام؟ بتبقى عباره عن عواميد وصفوف. يعني رقم واحد, ثواني كده نكبر بقى كده الكلام. رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة ده اسمه صف, ورقم A B C D ده اسمه عمود. تمام كده؟ العمود الخلية اللي بتتقال بتبقى الخلية بتبقى هنا. الخلية دي اسمها ايه؟ اسمها C1. بتتنطق الأول باسم العمود ورقم الصف. هتتلاقي اهي لو تلاحظوا هتلاقوا اسمها C1 اهي. شايفين الكلمة دي اهي؟ تمام؟ كان شايفين كويس يا جماعة؟ شايفين كويس. ماشي. دي الخلية, دي الجداول بتاعة الإكسل اللي هي الحتت اللي اسمها اللي بتبقى التقسيمات بتاعة الإكسل اللي اسمها هوم. التابات اسمها تابة, هوم, انسيرت, بيج لاي اوت. ده طبعا احنا ما بنستخدمش الحاجات دي كتير, احنا بنستخدم قائمة هوم دي أكتر حاجة علشان دي بتبقى فيها الكتابة والتنسيق وكل حاجة. الإكسل عبارة عن مربعات مش زي الوورد. اللي اتعامل على الوورد هتلاقيه اتعامل بشكل الوورد اللي هو بيبقى شكله ليه شكل كده معين. الوورد اللي هو بدون كده اللي هو بيبقى شكله كده. حد هنا اتكتب على الوورد؟ تمام اه تقدمت الوورد. بيبقى شكل الوورد بيبقى شكله كده يعني, بيبقى من غير الجداول ومن غير الكلام ده كله. تمام. احنا بقى عشان نبتدي على طول, احنا قلنا ان ده اسمه عمود وده اسمه صف. تمام كده يا جماعه. فاحنا بقى نعمل ايه؟ ثانية بس معلش. هيبقى العمود ده عبارة عن ايه؟ لما نيجي نكتب هنا مثلا اسم محمد, هتبقى المحمد دي محطوطة جوه الخلية دي. يبقى الخلية اسمها B1. الخلية اسمها B1. تمام؟ نبتدي بقى ان شاء الله نخش على طول. بصوا يا جماعة, أول حاجة في الإكسل هنا في الهوم دي, هو مين اللي فاتح الصوت؟ معلش بس يا جماعة أنا هقفل بس الأصوات كلها عشان أنا محتاج بس إن أنا يعني محدش بس يبقى صوته هنا عادي. تمام؟ بصوا يا جماعة, لما تيجي هنا في قايمة الهوم دي هتلاقي في حاجة اسمها كات كوبي فورمات. الكوبي اللي هي لو أنت بتكتب مثلا اسم مينا, لو أنت كده عملت دي كده كوبي وهنا دوست بيست اللي هي كنترول في, دي كده اتاخدت بقت في نسختين منها اسمها كوبي. طبعا انتوا عارفين يعني ايه كوبي. تمام. كلمه كات, لو كلمه كات دي لما تيجي تقف هنا وتروح دايس كلمه كات وتروح دايس هنا كنترول في كنترول في او دوس كليك يمين ودوس بيست, هتاخدت من هنا اتحطت هنا. الفرق ما بين كوبي وكات ان كوبي بتعمل نسخه ثانيه منها, اما كات بتاخد الكلمه كلها وبتنقلها. تمام. فورمات بينتر دي حلوه جدا, دي انا على طول بستخدمها.
تمام. الفورمات بينتر دي بتبقى عباره عن ايه؟ لو انا خليت اسم مينا ده مثلا وليكن كده كبير، الاسم كبير، خلفيه صفراء، الاسم باللون ده، والخلفيه خليتها باللون ده، تمام. فايه اللي بيحصل لما انتوا بتيجوا تعملوا كده؟ لو انا جيت كتبت هنا اسم محمد مثلا، بص محمد شكلها عامل ازاي، فانا عايز اخلي الخليه بتاعت مينا زي خليه محمد، فاجي اقف عند خليه مينا كده واروح دايس على فورمات بينتر واجي عند خليه محمد وادوس عليها بس كده. ايه اللي حصل؟ بص خليه محمد بقت عامله ازاي، شايفين كده يا جماعه؟ خليكم معايا يعني، فاهمين؟ الو معاك؟ تمام. انتوا معايا يا جماعه؟ هو مفيش غير محمد بس اللي بيرد عليا، هو مفيش حد تاني معاك؟ معاك يا محمد. تمام يعني خليكم تردوا عليا كده، يعني ايه؟ حاسس ان انا بتكلم لوحدي، فاهم؟ في صحراء. ماشي، بصوا بقى كده يا جماعه، فكده فورمات بينتر دي لو انا عايز اخلي مينا زي محمد او محمد زي مينا، باجي اقف عند مينا هنا وادوس فورمات بينتر وبعد كده اجي هنا، تمام. دي كده الفورمات بينتر. نيجي بقى هنا في حته الفونت دي. الفونت دي كانك بتتعامل على وورد عادي، تيجي تقف هنا ودي تكبر الكلام كده اهو، كانك بتكبر الكلام كده، تصغره برضو كده، تغير انواع الخطوط اللي هي دي مثلا، الكلام هيبقى كده، تخلي مثلا الكلام تخين مايل، تحتي خط كده يعني، وتخلي الالوان مثلا بالاصفر والاخضر والكلام ده كده. دي بتبقى زي تنسيق اللي هي بتعدل في الالوانات. هنا بقى هنا ان انت مثلا لو الكتابه مثلا كده، فممكن شايفين تحت هي مينا دي مكتوبه تحت، فانت عايز تخليها فوق تروح تطلعها فوق، تخليها في النص تخليها في النص، يمين شمال فوق كده وهكذا، فاهمين كده يا جماعه؟ دي لو انت عايز تخلي الكلام يبقى بالكده فيرتيكال، او تخليه مثلا كده، او تخليه دي ملهاش اي 30 لازمه يعني، ملهاش اي حاجه احنا ما بنمشيش عليها خالص يعني، اللي هي حته فيرتيكال والكلام ده كده يعني ما حدش بيمشي عليها، انا عن نفسي ما بستخدمهاش كتير خالص يعني. دي بقى الكتابه دي بقى تحفه. بصوا بقى هنا اقول لكم على حاجه حلوه جدا. بصوا لو كتبت مثلا مينا ميخائيل، بصوا الكتابه عامله ازاي. لو تلاحظوا ان مينا مختفيه صح، فانا عايز اخلي مينا تبقى كبيره، اروح دايس كده وادوس عامل راب تكست، ابص كتبت ازاي اهي. حد فاهم حاجه ولا لا؟ اه تمام يا استاذ محمد، حضرتك تمام اهو. ممكن نعمل كده وخلاص كده. دي اللي خلي اسمها حاجه اسمها راب تكست. راب دي يعني انتوا بتلفوها تحت بعض، اي راب اهي كده وكده، تمام. الميرج دي بقى حلوه جدا. تعالى بقى نمسح ده كل اللي احنا عملناه ده كله. بصوا يا جماعه الميرج دي بقى عباره عن ايه؟ لو انا كتبت، عارفين انتوا كلمه لما تلاقوا مثلا كلمه عروض بكلمه كبيره وتحتيها العروض بتاعتها، فتلاقي مثلا شايف دي خليه اهي، اقعد اعمل كده 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 كده، شايفين؟ عملت سيلكت او حددت اكتر من خليه، ورحت دايس كلمه ميرج، ورحت دايس كلمه عروض، بص كده بالعربي عروض اهي، خليها كده كبيره اهي، واكبر اكبر اهي. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ان خليه عروض دي واخده اكتر من خليه، دي الميرج. الميرج ان انا بعمل دمج ما بين خلايا، فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام يا محمد، انتوا معايا صح يا جماعه ولا ايه؟ اصل انا خدوا بالكم انا هبتدي في معادلات، فانا عايز بس الناس تبقى معايا، اصل انا حاسس ان محمد بس هو اللي بيتكلم. ما حضرتك تمام، حضرتك ماشي اوكي. بصوا فهنا بقى دي كده الميرج دي اللي هي بتبقى الدمج. تعالوا بقى نمسح ده كله برده من الاول تاني، ونبتدي بقى في حاجه كده. الحته دي بنستخدمها كتير قوي يا جماعه، اللي هي النمبر دي، اللي هي الحته دي الجزء ده اللي هو مكتوب فيه جنرال ده. بصوا كده الجنرال ده اللي هو ايه؟ ان بنسيب الخليه تتعرف على الكتابه اللي بتتكتب لها. بمعنى لو انا كتبت هنا احمد او مثلا مصطفى مثلا، فالخليه مكتوبه هنا ان الخليه دي جنرال. جنرال يعني ان الخليه متسابه على العام، انت ممكن تكتب فيها تتقري ككتابه، تتقري كارقام، تتقري كعملات، اللي هي تكتب اللي انت عايز تكتبه، تمام. طب دلوقتي وليكن
انا عملت مثلا 0 10 2 2، حد بيقابل المشكله دي؟ حد بيتعامل على الاكسل قبل المشكله دي قبل كده؟ تمام. اه كتبت غلط. حد حصل له المشكله دي قبل كده؟ حصلت معايا، انا حلتها الحمد لله. الحمد لله. كنا بنختار تكست. بالظبط. بصوا يا جماعه، المشكله دي ان عشان الخليه دي اسمها جنرال، الخليه دي اسمها جنرال، فطبعا طبعا لما بتيجي تكتب صفار على الشمال، الصفر على الشمال ملوش لازمه، ما احنا عارفينها كده من الرياضيات. فطبعا لما انت بص، انا كتبت كام زيرو؟ زيرو زيرو زيرو. بص اهو، زيرو 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 زيرو، تلاته تلاته تلاته. فالزيروهات لما دوس انتر، التلات الكام زيرو اللي انا كتبتهم على الشمال هتتشال. ليه؟ لان الزيرو على الشمال ملوش لازمه. فلو انت كتبت مثلا رقم 0 12 0 ما اعرفش 8 8 كده، الزيرو هيتشال. الزيرو هيتشال. فايه بقى اللي هيحصل؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا بقى نعمل حاجه كويسه قوي. قبل ما نعمل الزيروهات دي، نروح مختارين ان احنا عايزين نخلي الخليه دي تتقري كانها كتابه. يعني لو انا كتبت صفار كتير كده ودوست انتر هتظهر. ليه؟ لانها ككتابه، لان هي شايفه، لان لما انا بختار الحته دي ان الاكسل شايف ان الخليه دي كتابه، فبالنسبه له دي مش ارقام. فاهمين قصدي ولا لا؟ الو ماك. بص انا هضطر بس افتح كده فيديو كده لحظه شويه. انتوا شايفيني كده كويس يا جماعه؟ اه تمام 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 تمام. بصوا كده يا جماعه، تمام. لما انتوا بتيجوا، انا عايز بس اقول لكم كده، لما انت بتيجي تختار الخليه ان هي تكون تكست، فهي الخليه دي كنص، يعني اسمها تكست يعني نص او كتابه. الخلية اللي بيتكتب جواها هي ما بتبقاش عارفة إذا كان كتاب، إذا كان أرقام ولا مش أرقام. فإحنا ليه اخترنا تكست؟ علشان لما إحنا بنكتب صفار في الأول وبعد كده بنكتب أرقام بعديها، ما يمسح لناش الصفار، لأن الصفر على الشمال ملوش أي لازمة. فاهمين قصدي؟ الفيديو قطع، خلي بالك. أنتوا كده سامعيني كده كويس؟ أنا دلوقتي سامعينك بس الفيديو كان قاطع. زي الفل. ماشي، انا هقفل برضو الفيديو عشان ما يقطعش عليكم. تمام كده يا جماعه اهو. ماشي، دلوقتي بقى ممكن مثلا نكتب مثلا وليكن 1000 مثلا. ال1000 دي ممكن بقى نختارها مثلا تبقى نمبر، اهي 1000، او نخليها كرنسي. كرنسي يعني زي ارقام، زي يعني عمله، زي عمله كرنسي في اكاونتنج اللي هي تتعمل كنظام الميزانيه والكلام ده. او تخليها على شورت ديت. شورت ديت اللي هي لو كتبت 1000 او 1200 مثلا ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش ايه الرقم ده. تمام. تايم، لو انا كتبت مثلا 1000 ما اعرفش جاب لي تايم، لا نخليها تايم. تايم يعني الساعه 12. طب لو انا خليتها 1200 برضه الساعه 12، طب لو خليتها 5000 برضه الساعه 12. ما طبعا مش هتنفع، مش هتنطق كده. ولو خليتها ايا كان، يعني دي الليسته اللي انتوا بتغيروا منها اللي انتوا عايزين الخليه تبقى ايه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام. الو معاك والله سلام. معلش انا بس بحب ان انا تمام. ماشي، بصوا بقى عشان الحته اللي جايه دي هتبقى كويسه قوي. الحته اللي جايه دي بقى عباره عن ايه؟ بصوا، عباره عن ان الحته دي اللي اسمها ستايلس دي. الستايلس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الكونديشنال فورماتنج دي اختراع الاختراع دي، على طول انا بستخدمها في كل حاجه يا جماعه. يعني بجد بجد دي بجد بجد اختراع بجد. تمام. ايه اللي حصل بقى هنا؟ الكونديشنال فورماتنج دي اقدر اعمل منها حاجات كتير قوي. يعني بصوا، هاخد مثلا شويه ارقام كده هنا واحطها هنا كده. الارقام دي 99 60 ما اعرفش ايه كده. تمام. فممكن اروح معلم عليهم كده واروح على كونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج اسمه التنسيق الشرطي. متهيالي انت يسري قلت لي عليها اسمها التنسيق الشرطي.
ايوه انا حاسس. صح، انا فاكر انا اللي انت قلت لي ترجمتها بالعربي. بالظبط. بص يا جماعه، التنسيق الشرط دي يعني ايه؟ انت احنا عايزينك تعمل لنا مهام بس بشرط، فاهمين الحته دي؟ بص بقى، شايفين كلمه هاي داتا بارز دي او هايلايت دي؟ نقول له اعمل لي هايلايت، اعمل لي هايلايت على جريتر زان. جريتر زان ايه؟ جريتر زان مثلا وليكن 30، لا كلهم اكتر من 30. جريتر زان فوق 50، فوق 60. 60 كويس. بصوا يا جماعه، لما عملت جريتر زان فوق 60، اللي فوق ال 60 ايه؟ 70، 65، 66، 99، تمام؟ دي زي بتعمل لنا هايلايت. فاهمين كده يا بنات ولا ايه؟ الو، معلش بس انا عايزكم تبقوا معايا بس شويه عشان الرجاله بس هي بتتكلم بس، فيعني خليكم بس كده معايا عشان ابقى يعني ما يبقاش الناس تسقط مني، فاهمين؟ تمام تمام. بصوا لو تلاحظوا 70 65 دي، طب تعالى نشيلها تاني، تعالى مثلا نعمل حاجه جديده، مثلا نعمل كونديشنال فورماتنج على للزان اقل من مثلا وليكن 80، لا اقل من مثلا خليها كام، 60 مثلا، 60 الاقل من 60 كام، 50، 55، 53 اهي. تعالى مثلا نختار حاجه تانيه، بصوا دي اسمها هايلايت، اسمها هايلايت. هايلايت دي عارفين كلمه هايلايت؟ اللي هي بتبقى هايلايت، اللي هي بتبقى كانك بتعمل زي ماركر كده على حاجه، فاهمين قصدي يا جماعه؟ واضح يا استاذ محمد. ماشي، بتوين اللي هو ايه؟ ما بين مثلا ال 50 وال 70 مثلا، وال 70 99 طبعا، ما بين 75 ولا حاجه. دي هايلايت. عندك ايكوال تو اللي هي بتساوي كذا، تكست ذات كونتينز اللي هي لو بتحتوي على كلمه معينه، يعني لو انا مثلا قلت له مثلا ايه، دور لي على الحاجات اللي فيها صفار، لو دوست كلمه صفر طلع لي على الحاجات اللي فيها صفار. بصوا بصراحه الموضوع جامد قوي. دي بقى اللي هو تعملها لي، هات لي اكبر خمسه مثلا، ممكن يخليها اكبر ثلاثة، أكبر ثلاثة هنا إيه؟ 66 و70 و99 وهكذا. ده اسمه يا جماعة، ده اسمه التنسيق الشرطي، تمام؟ طب تعالى بقى أوريكم بقى حاجة حلوة جدا في التنسيق الشرطي دي اللي إحنا كلنا بنستخدمها. إيه هي؟ إن أنا لو جيت وقفت هنا على العمود كله ودوست الكونديشنال فورماتنج ودوست هايلايت وخليتها دوبليكيت، حد يعني حد يعرف يعني إيه دوبليكيت أو دوبليكيت؟ الأرقام المتكررة. الله ينور عليك. عدت عليكم قبل كده دي يا بنات، او عدى عليكم دي يا شباب قبل كده كلمه دوبليكيت دي قبل كده؟ تمام، هي عدت. لا انا ما قلتش. بصوا لو انا دوست على كلمه دوبليكيت ايه اللي بيحصل؟ بصوا كده ودوست اوكي، ما عملليش اي لون، صح كده؟ لكن لو انا دوست هنا كلمه 99، بصوا ايه اللي هيحصل. خدت بالكم 99 فوق 99 تحت، فلون لي على الارقام المكرره، فاهمين قصدي؟ استاذ محمد انا اسف، في حد بس طالب يخش مش عارف يخش على الميتنج. ده ايه ده؟ مش عارف يخش ازاي، ثواني كده. طب ما انا بدخله على اللينك ومش عارف. ما هو صبري، لا انا عملت له اكسبت، عملت له اكسبت. لا لا خلاص اكسبت، عملت لك اكسبت اهو، عملت لك اكسبت بس كده، هتلاقيه دلوقتي داخل اهو دلوقتي. تمام، بصوا كده يا جماعه، هو دلوقتي انا دوست اكسبت اهو. فالكونديشنال فورماتنج دي عباره عن ايه؟ قصدي الدوبليكيت فاليوز، اللي انت بتعمل زي اللي انت بتعمل هايلايت على الحاجات المكرره. بمعنى لو انا مثلا اسمي، تعالى مثلا وليكن مثلا نجيب الاسامي دي كلها، دي اسامي ناس مثلا عاديه خالص، بصوا محمد، احمد، اسلام، رجب، شعبان، فارس، مصطفى كده، تمام؟ وعملت هنا وعملت هايلايت دوبليكيت، ما تلاقيش اي حاجه، ما تلاقيش اي حد تلون معايا. لكن لو انا خدت مثلا اسم اسلام ده وكتبته تاني، ايه اللي حصل؟ اسلام متكرر مرتين،
فالاكسل عمل لي زي هايلايت او يعني علم لي على الحاجات المكررة. فاهمين يا جماعة؟ واضح. تمام. فاهمين. دي حاجة كويسة جدا انك تعرف ايه الحاجات المتكررة عندك، يعني زي يعمل لك هايلايت لكن ما يشيلهاش. انا بتكلم ان هو يعمل لك هايلايت عليهم، يعني يلونهم لك بس مش اكتر. تمام. لو يا جماعة لو النت فصل تخشوا على نفس اللينك ده تاني. بصوا بقى حاجة تانية، تعالى مثلا نشوف الفورمات تيبل زي دي. بصراحة انا مش شايفها، يعني شايفها حاجة عادية خالص. تيجي تقف هنا وتيجي تعمل فورمات اللي انت مثلا ممكن تخلي الشكل ده كده او الشكل باللون ده كده، يعني فاهمين اللي هي بيدي زي الوانات بس للشكل مش اكتر. تمام. دي بتبقى تنسيق برضو مش اكتر. هنا برضو الاكسل ستايلس اللي هي مثلا تيجي تعمل كده، بتقعد تلون الكلام زي كده كده كده. فاهمين قصدي؟ اللي هي بتبقى بتدي زي اشكال بس مش حاجه. فاهمين يعني الموضوع مش يعني ما فيهوش حاجه. الانسرت، الانسرت دي اللي هي هقول لكم بقى دي الانسرت دي اللي هي ازاي. بصوا لما نيجي نكتب، لما نيجي نكتب بصوا لو تلاحظوا الاسامي دي جنب بعض بالظبط، فانا عايز اعمل فاصل عمود ما بينهم. فنيجي نقف هنا كليك يمين وندوس كلمه انسرت، اللي بيحصل هيتفصل اهو ما بينهم. فاهمين قصدي كده يا جماعه؟ طب واضح. طب لو انا دلوقتي عايز افصل ما بينهم بالصف، اروح جاي برده هنا على الصف واروح دايس كليك يمين ودوس كلمه انسرت ففصلت معاه. فاهمين؟ الو تو معايا كده؟ تمام فاهمين. تمام ايوه. حاضر حاضر. انا اسف يا امان، انا اسف. ماشي. المهم دي كده. ولو انت طبعا عايز تلغي الصف ده تروح دايس كليك يمين ودوس كلمه ديليت. لو عايز تلغي العمود ده كله تروح دايس كليك يمين ودوس كلمه ديليت وهكذا. الحته دي كده احنا ملناش علاقه بيها عشان دي ما بنستخدمهاش كتير الحته دي، وهنستخدمها بعدين. ده كده انا شرحت لكم الحته بتاعه الهوم دي، الحته بتاعه الحته دي كلها كلمه هوم والعناصر اللي جواها كلها. تعالوا بقى عشان نبتدي بايه بقى؟ بالمعادلات، لان انتوا اكيد اكيد وانتوا في الاكسل ابتديتوا يعني كلمه معادلات. تمام. بصوا يا جماعه لما نيجي نكتب مثلا هنا 10 وهنا 10، تمام كده؟ فانا عايز اجمع المجموعين دولت، فاروح دايس يساوي. اي معادله في الدنيا، اي معادله في الاكسل في الدنيا بتبدا بكلمه يساوي. فلما ادوس يساوي ايه اللي هيحصل؟ اروح دايس على المعادله دي، اقف عليها كده، اقف قصدي على الخليه دي كده، فقال لي A1 يعني الخليه A1 في في الصف رقم 1، واعمل علامه زائد عادي، عارفين كلمه زائد، واروح دايس العلامه الثانيه اهي اللي هي B1 ودوس انتر، فجاب لي ايه؟ قال لي دي 20، لان 10 زائد 10 يساوي 20. صح ولا غلط؟ صح يا ايمان ولا لا؟ تمام. تمام. طب لو انا غيرت هنا حاجه مثلا وخليتها 30 هتبقى هنا 40. بس عايز اصفرها كده واخليها كبيره كده شويه. انت معايا يا هند ولا مش معايا؟ مش معايا. بصوا يا جماعه فانا دلوقتي ايه اللي انا حضرتك يا استاذ محمد. ماشي. حاضر يا ستي. حاضر موجود ما تقلقش. حاضر. فدلوقتي 10 30 زائد 10 بيساوي 40. طب دلوقتي لو احنا عايزين نطرح هنطرح ازاي؟ حد كده من البنات كده يقول لي، اصل انا شايف ان الشباب بقى هي اللي بتتفاعل بس. هنكتب ايكوال ايه ناقص الخليه ايه 1 ناقص الخليه بي 1 صح كده، ناقص خليه بي 1 صح؟ صح. تمام كده صح كده كده كويس قوي. طب لو احنا مثلا عايزين نضرب ضرب هنكتب ايكوال اي 1 شيفت 8 ايه ده اللي هو علامه الضرب. اف 8 صح، شيفت 8 صح. كويس كويس علامه الضرب كويس. بي 1 كويس قوي اهو بقت 300. 30 في 10 ب 300. طب عايزين نقسم، نقسم ازاي؟ ايكوال ماشي. علامة القسمة ممكن نجيبها من خلية الأرقام دي، أنا مش عارف اسمها إيه. و بي 1 A1 على بي 1 دي ودي. أيوة اللي هي دي اللي هي معلش أهي أهي علامة السلاش اللي هي في النملق لو أنتوا عندكم. أيوة B1 علامة السلاش أهي. أيوة
30 على 10 فيها 3 تمام كده. يبقى كده احنا عملنا تمام. ايه عملنا الجمع والطرح والضرب والقسمه تمام كده يا جماعه تمام. طب انا عايز اسالكوا سؤال. طب لو انا طب بصي احنا لو احنا قلنا مثلا دولت، طب افرضي مثلا احنا عندنا مجموع دولت، هنجمعهم ازاي؟ يعني لما يكون مثلا عندي مجموع دولت، فاهمين فاهم قصدي ولا لا؟ هل انا هعمل A1 زائد A2 زائد A3 زائد A4 فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي يا جماعة ولا لا؟ تمام انت عارف اختصر يعني. انا اسف يا اسري انا فعلا كنت أصلاً. لا لا بس عشان اسال عليك عشان عارف ان انت بتتكلم فاهمين قصدي يا جماعه انا بتكلم اسال عليك ماشي علشان اكيد اكيد هنتشل لو احنا عملنا الوضع ده كده هنتشل فاهمين قصدي ايه يعني لو انت متخيل لو انت لو في 100 خليه هتقعد تعمل يساوي ده زائد ده زائد ده وتقعد تنزل لحد الاخر اكيد لا طب استاذ محمد ممكن بس لحظه لو عندي ارقام يعني جاب A1 وB وC وفي ارقام كتيره عايز اجمعهم في خلايا واحده يعني في خليه واحده قصدك يعني مثلا العمود الA والعمود الB والعمود الC عايز اجمعهم كلهم في مثلا في لاين رقم 9 ده ايوه ينفع تمام ازاي بقى معلش ما انا هقول لك اهو ما انا دي اللي انا جاي فيها تمام انا اسف بصوا يا جماعه فهنعمل ايه بقى بص في معادله تانية اسمها صم اهي تمام صم دي عباره عن ايه ان انت بتدوس كده يساوي وندوس كلمه صم وهتلاقي بصوا بقى اول ما تكتبوا كلمه اس دي ظهرت لكم بصوا كميه اسهات كتير اول واحده خالص صم اللي فوق خالص دي وروح معلم على دي وانزل لتحت قال لك الخليه من A1 لحد A8 فاهمين قصدي واروح قافل القوس واروح دايس انتر قال لك الاجابه كام الاجابه 442 طب لو انا علمت عليهم كلهم كده بصوا هتلاقي هنا بصوا شايفين الماوس اهو هتلاقي الصم اهي الجمع 442 هل كده الكلام واضح تمام كده الكلام كده واضح يعني انتوا دلوقتي لو احنا عندنا داتا كتيره جدا كل اللي احنا نعمله هندوس بيساوي صم اهو وندوس عليها مرتين ونروح معلمين على كل ده ونروح داسين انتر فاهمين قصدي ماشي كده يا جماعه تمام تمام زي الفل قوي طب تمام طب دي احنا كده خلصنا الصم طب ايه رايكم بقى نعمل بقى حاجه جديده كده مش في دماغكم بصوا بقى احنا كده دخلنا ايه بص احنا كده شرحنا ايه عشان بس تبقوا انتوا عارفين شرحنا الجمع والطرح والضرب والقسمه والصم اللي هو الجمع المتعدد اللي انت بيبقى قيم كتيره جدا فانت بتجمعيهم مره واحده خلاص دلوقتي كان محمد كان بيقول لي ايه طب لو انا عايز اجمع اكتر من عمود يعني مثلا يا استاذ محمد اتفضلي فاضل دقيقه ونص على الميتنج ايوه هم لما يفصل تخش على نقول لهم نقطع على نفس اللينك تاني يعني تمام بصوا كده يا جماعه لما نيجي على ده بي ده ونكتب هنا 10 والسي هنا 10 والدي هنا 10 تمام وانا عايز ومثلا والاي هنا 10 وانا عايز اجيب مجموعهم كلهم هنا في الاي رقم اي 3 اروح دايس يساوي صم واروح معلم عليهم كده اهو او اعلم من هنا كده اهو واروح دايس انتر 10 و10 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 اربع عشرات ب 40 ب 40 كده تمام كده يا محمد تمام يا استاذ محمد شكرا لحضرتك جدا تحت امر اهو دي كده خلصنا دي كده يا جماعه اللي جايه بقى دي حلوه جدا يا جماعه الموضوع ده حلو جدا على فكره صح اللينك قرب يخلص بمجرد ما يخلص خش على اللينك تاني من على الواتساب الموضوع جامد بقى قوي الايام دي بص بقى احنا بقى نجيب هنا حاجه حلوه جدا تمام ونروح حاطينهم هنا كده ضايفينهم هنا كده خلي دي كده على جنب ونقفل دي كده بصوا هنا لو تلاحظوا انتوا سامعيني كده ولا ايه ولا بصوا هنا
هتلاقوا هنا محمد جايب 90 90 90، اسلام جايب 90 90 ما اعرفش ايه كده وهكذا. انا بقى عايز اعرف توتال محمد ده في الارقام بتاعته جايب كام، تمام؟ فهنيجي نعملها ازاي؟ هنعملها ان هو لو بيساوي هنا صم فصلت. طب لحظه، انت عرفت منين صح؟ اوعى تكون واقف ورايا. لا لا، بص على بتاعه التسجيل فقلت اقول لك. جدع، بص يا جماعه دلوقتي في مثلا واحد اسمه ما اعرفش ايه الاسامي دي، انا جايب الاسامي دي من بره، سعيد محمود رمضان كامل وحسين يزن. بص الاسامي رباعيه، مش اسم مثلا واحد. المهم يعني دي مرتبات الناس، محاسب مرتبه كذا، اداري مرتبه كذا، مهندس مرتبه كذا وهكذا يعني، تمام؟ فاحنا عايزين نعرف المحاسبين كلهم مرتبهم كام، والمبرمجين كلهم مرتبهم كام، والاداريين كلهم مرتبهم كام. هل حد فاهم حاجه؟ الو، تمام. لا مش فاهمين. بص انا عايز اعرف كام يعني، بص في محاسب اهو ومحاسب اهو ومحاسب اهو، عايز اعرف توتال فلوس المحاسبين اللي الناس بتقبضها كل شهر كام كده. فهمت؟ واضح، ماشي. بصوا بقى يا جماعه، فانا هنعمل ايه؟ هنعمل نجيب المحاسبين كلهم. فانا اهو جبت الاسامي اهي كده، ده محاسب واداري ومهندس وقانوني وازن. ازن ده اللي هو بيعمل اذون يعني، صح كده؟ طب دي بتعملها ازاي يعني؟ يعني ايه ازن يا جماعه؟ بحسبها مؤذن الصراحه. لا ازن يعني بيعمل اذون، صح؟ تقريبا وظيفة مش موجودة في مصر تقريبا. ممكن يبقى دي نشيلها خالص، او ممكن الاسماء شكلها مش مصرية اساسا. صح. فاسامة صهيب، محمد زهير، جدع، صح. العراق. عراق، ما انا عراقي على فكرة. ما انا حبيبي استاذ محمد، بعد اذنك هسلم على حضرتك بس، لان انا اخر كورس اكسل اللي كنت واخده معاك اللي هو البيزك بحضرتك عندي على الصفحة على الفيسبوك، الصحفي الصبر الجواري مع حضرتك. حبيبي ازي جوارك، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يكرمك. نورني طبعا، نورني، ربنا يعزك يا رب. حبيبي والله انا مبسوط والله، انت وواحد ويسري كمان يعني، الواحد والله مبسوط والله. الناس حبيبي برضو، ربنا يعزك. الناس برضو كانوا خدوا معايا، بصراحه انا مبسوط والله جدا. تسلم يا استاذ محمد، ربنا يخليك. بصوا بقى يا جماعه، بصوا، فاحنا عايزين نعرف كام واحد كام يعني مرتبات المحاسبين كام. فهنيجي نعمل هنا، مش احنا عملنا قبل كده جمع اسمه صم، صح كده؟ تمام. ففي بقى حاجه اسمها اجمع بس بشرط. فاهم محمد الحته دي؟ اجمع بس بشرط، بمعنى صم اف. بالظبط جدع. بصوا يا جماعه، احنا عندنا معادله، انا عايز اعرف المرتب المحاسب ده كام. فاكيد مش هقعد، معلش انا هضطر ان انا اعمل ميوت، قول للكل معلش لكم يعني عشان بس كده. بصوا يا جماعه، فهنيجي نعمل هنا في معادله اسمها سم اف. سم اف دي يعني ايه؟ اف لوحدها لما تلاقيها في اي معادله تانية اعرف ان في شرط بيحصل. انا عايز اجمع كله، بس ايه؟ المحاسب بس. عايز اجمع كل مرتبات الاداري بس. عايز اجمع كل مرتبات المهندس بس. فبصوا بقى، في حاجه اسمها سم اف اهي، اول واحده بيقول لك بقى الرينج، انت عايز تجمع فين؟ ايه اللي انت عايز تجمعه؟ قصدي انت عايز يعني ايه تجيب انهي ناس تجمع ليهم الحته دي؟ اقول له انا عايز كل مجموع الناس دي، تمام؟ اللي هو من اللي هو العمود ده كله، واروح دايس كومه. بصوا كده لو تلاحظوا الرينج اهو، فانا بحدد له الرينج. بصوا كده بعد الرينج في كلمه كومه، في حركه كومه، شايفين الكومه ده ولا لا؟ الو، السلام عليكم. ايوه، لا انا بس بقول لكم، مش ماشي، انا بس بقول لكم يعني، حد خد باله من اللقطه دي؟ في بعد الرينج دي في حاجه اسمها كوما. لو دوست على كوما ايه اللي هيحصل؟ تلاقي كلمه ظهرت سودا كده اسمها كرايتيريا. الكرايتيريا دي يقول لي انت عايز تجمع مين، يعني ايه اللي انت عايز تجمع له بالظبط، مين هو بالظبط. هتقول له ده. معلش بس انا ميوت، معلش انا اسف. بصوا يا جماعه، فبيقول لي الكرايتيريا دي
انت عايز تجمع مين او تجمع لمين، تقول له ده الخليه دي اللي هي مكتوب جواها محاسب. ولو دوست كومه تانية، بص اول ما دوس كومه تانية ايه اللي هيحصل؟ قال لي الصم، الصم اهو. انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع المرتبات دي، واروح داس انتر. بصوا بقى اللي هيحصل، بص ونروح ساحبين عشان تسحب المعادله هي هي، تروح شايف في علامه مربع كده ظهر، قصدي زي علامه زائد كده ظهرت اهي في اخر الخليه من تحت اهي. خد باله ولا لا؟ الو، علامه صليب على لا، الصليب بيبقى حته فوق وحته طويله تحت، دي علامه زائد. ها حد خد باله يا جماعه ولا لا؟ استاذ محمد بعد اذنك سؤال لو تضطر. اتفضل. هو حضرتك اي معادله بتتكتب اللي يعني الشرح بتاع المعادله بيبقى مكتوب تحتيها؟ ايوه طبعا، انا عايزك تمشي على المعادله اساسا، انا عايزك تمشي على تمام. انت تمام. لو عرفت انت لو عرفت تمشي على المعادله انت مش تحتاجني في حاجه، انت تعرف المعادله عايزه ايه وتمشي عليها، فاهم قصدي؟ تمام. بصوا يا جماعه، هتلاقي في علامه كده زائد اهي ظهرت، وتروحوا ساحبينها لتحت كده. تعالوا بقى نتاكد الكلام ده صح ولا غلط. صح. معلش بس انا اضطر اعمل ميوت بس للصوت، معلش. بصوا يا جماعه ايه اللي هيحصل، كام محاسب هنا؟ ادي واحد واحد اتنين تلاته وادي اربعه. لما نيجي نجمع دول كده، بصوا اهو ده وده وده وده، طلع يا جماعه كام؟ 12665 اهو. يبقى احنا كده ماشيين صح. طب المهندس كام مهندس؟ مهندس اهو ومهندس، في مهندس تاني بس مفيش غير مهندس واحد بس، فجاب لي مجموع اللي هو ايه 2463. طب في قانوني تاني او في اتنين مبرمجين اهو، المبرمجين لما تيجي تقف عليهم الاثنين كده يقول لك ايه 6634 6634. حد فاهم حاجه يا جماعه من اللي انا قلته ولا لا؟ ايوه طبعا. مين قرر اللي هو الاداري؟ نعم، مين قرر الاداري؟ الاداري كتير، الاداري متكرر. نعم متكرر، الاداري متكرر. اه متكرر فوق وتحت. ايوه طب ما دي حاجه حلوه، هو المفروض كده اصلا ما يظبطش المعادله. فهمني كده اكتر. انت كده متعامل دلوقتي عملت للمحاسب تمام، الاداري انت كده عامله مرتين، مره فوق ومره تحت. يعني ايه اداري مرتين؟ فهمني كده يا يسري. هو قلته في المعادله مكتوب اداري فوق 21000 وتحت 3998. صح، دي حاجه حلوه تصدقوا. صح فعلا. ليه بقى؟ طب حد يعرف، حد يعرف يفهمني الحته دي ليه؟ انا عارف، عشان اختلاف حروف. ايوه جدع صح. بصوا يا جماعه، بصوا كلمه الاداري تلاقيها مختلفه الحروف. بصوا انا متاكد ان في اداري منهم في سبيس زياده، يعني في مسافه. بصوا لو وقفنا هنا كده، بصينا كده هتلاقوا هنا الاداري مفيش اي مسافه هنا. لو جينا نقف هنا مفيش مسافه، لو جينا نقف هنا مفيش مسافه، لو جينا نقف هنا مفيش مسافه، لو جينا نقف هنا مفيش مسافه. طب لو جينا نقف هنا، الله لا اله الا الله. طب اخر واحده بقى، لو جينا ايوه اهي، بصوا اهي في مسافه. خد باله. العلامه دي مش بعد الياء على طول. طب عارفين لو انا مسحت العلامه دي ايه اللي هيحصل؟ هدوس انتر هتلاقي مفيش غير اداري واحد بس اللي ظهرت. فاهمين؟ دي بس بقت بسيطه. صح بالظبط، جدع حلوه دي. هتلاقي حتى الرقم اللي فوق في الاداري لو انت ركزت في الاول كان 21000. زاد صح، جدع صح. بصوا يا جماعه، جدع. بصوا يا جماعه، شايفين كلمه قانوني دي؟ قانوني في لا، تعال نبص على مبرمج اهي. لو انا خليه بعد المبرمج دي اهي، خليه سبيس كده ودوست انتر، هتلاقي كلمه المبرمج هنا قلت. التوتال بتاعه 6600، دلوقتي بقى 3000. ليه؟ علشان خليت فيه سبيس، بمجرد ما اشيلها هتلاقيها بقت 6000. فاهمين قصدي يا جماعه؟ بص بقى، معلش
معلش يا استاذ محمد، هو حضرتك بتسجل وتبعت التسجيل بعد كده؟ اه والله. ماشي اوكي. ماشي يا ستي، بصوا بقى يا جماعه، ده كده، ده احنا كده جمعنا بس بشرط. احنا قلنا ايه يا جماعه؟ نجمع بس بشرط، خلاص. فاحنا كده معلش في احسن في حاجه. نعم معلش في حاجه، قول لي انت لما جيت عملت المعادله ما عملتش اللي هي علامات الدولار، صح كده؟ طب صح. بس خلي بالك انت هنا مختار، اول واحده كانت محاسب، الثانيه اداري. طب هي ظبطت ازاي من غير ما انت تعمل علامات الدولار؟ صح، جدع جدع جدع، اصل انا كده كده صح. جدع جدع. طب علامه الدولار ليه؟ ما هنا ده، بص كده لما تيجي تفتح المعادله هنا هتلاقي المعادله واخده اهي المهندس، انا ما عملتش دولارات. انت اول واحد عمل بتثبيت الخلايا. انا عارف، انا فاهم، انا عارف هو بيقول ايه. مش محتاج. انت اول واحده تحسب لما اخترتها، اخترت محاسب. ايوه صح، انا فاهم فاهم فاهم، تمام كده. بس هو بيظبط بعد كده بيخش على اي 4. بص اقول لك على حاجه، بص معايا، الرينج اللي هو من بي تو بي دي مش محتاجه ان انا اثبتها. الرينج ده اللي هو العمود كله، مدام انا اقول لك اهو، مدام انا مثبت على العمود كله فمش محتاج ان انا اثبته، ومعاك مثبت على العمود كله ده مش محتاج ان انا اثبته. التحرك هيبقى فين؟ في الخليه اللي هي بتاعت الكرايتيريا اللي هي بتاعت محاسب دي. ايوه ده اللي انا بتكلم فيه. ايوه ما انا لما اجي انزل هي، لا هي تنزل، لا هتنزل، لا هتنزل يعني واحده. هتنزل. بس انا بصل عشان كده. ماشي يا عم، ماشي يا عم. طب استاذ محمد بعد اذنك، هو امتى امتى بيكون التثبيت؟ في اي في وقت معين ولا مش في وقت معين؟ بيبقى فيه في وقت معين بس مش دلوقتي. يعني هي التثبيت موجود بس هو مش دلوقتي، يعني ما جاش دلوقتي حاجه اسمها تثبيت. لما هتيجي والله اقول لك، يعني هعرفك ازاي التثبيت ده تعمل. بصوا يا جماعه، التثبيت ده اللي هو بيقول لكم ايه، بصوا عشان حد مش فاهم اللي هو احنا بيقوله ده، ولا انتوا كلكم فاهمينه؟ الو، السلام عليكم. ممكن تدينا حضرتك خلفيه عن التثبيت عادي؟ ماشي. انا اقول لكم السلام. التثبيت ده يا جماعه اللي انت بعد ما بتخس فبتاخد حقن التثبيت، عارفين الموضوع ده ولا لا؟ رجاله. بصوا يا جماعه، في موضوع حلو جدا. بصوا هقول لكم على موضوع حلو جدا. شايفين هنا مثلا كده 10، وهنا مثلا هنا 2، وهنا 3، وهنا 4، وهنا 5. فالمفروض لما اجي ادوس بيساوي ده في ده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ الو، هيجمع؟ لا مش هيجمع. المعادله هتتم عادي. المعادله هتتم. طب لو احنا سحبناها هيضرب، هيضرب عادي. طب لو احنا سحبناها لتحت ايه اللي هيحصل؟ بصوا اللي هيحصل، هنضرب ال 3 في 10 و 4. ايوه بصوا بقى، ال 3 في 10 مش ب 30، دي ب 60. 4 في 10 المفروض تبقى ب 40، 42. 5 في 10 المفروض تبقى ب 50. ليه حصل كده؟ لان لو تيجي تفتحوا المعادله هتلاقوا المعادله بتنزل. بصوا يعني المفروض ان 10 دي تبقى ثابته فوق هنا. الو، السلام عليكم. هو ازاي نثبت العشرة؟ اللي هي سنة؟ أنا مش فاهم كده، اتلخبطت. بص يا جماعة، بص. طب خليكم معايا، مين اللي اتكلم معايا في حتة اللي احنا عايزين نديني فكرة؟ أنا أستاذ محمد. بس، بص يا صبري، خليك بقى معايا بقى في اللقطة دي. اتفضل. بص، تعالى بقى كده. لما تيجي ندوس يساوي، وتيجي تدوس هنا في ده، المفروض هيطلع 20، صح؟ ده المفروض، ده صح كده. طب لما اجي انزل المفروض ان 3 تضرب في 10، صح ولا غلط؟ ايه اللي حصل؟ ان 3 ضربت في 20، وال 4 ضربت في ال 60، وال 5 ضربت في ال 240. فهمتوا قصدي؟ تمام. احنا بقى عايزين نضرب في ال 10 دي، ايه اللي هيحصل؟ نروح ماسحين دي كده ونروح دايسين بيساوي ده في ايه بقى اللي هيحصل؟ وندوس اف 4. اف 4 اللي هي علامه الدولار دي، خلاص. ونروح لاقيسين انتر. لما اجي بقى اسحب لتحت كده، ال 3 في 10 ب 30، ال 4 في 10 ب 40، 5 في 10 ب 50. اهي. تمام. فهمت كده يا صبري؟ تمام يا ريس. انا كنت بهزر معاك على فكره في حته حقن التثبيت دي. ماشي يا ريس. تمام كده يا جماعه؟ يا بنات، بنات
طب حد معايا ولا محدش معايا؟ معي. ماشي شكرا قوي، شكرا انك يعني بتحسسني بالامان، بس شكرا. ماشي بصوا بقى يا جماعه، احنا قلنا الجمع الصم دي هتبقى صم اف، يعني تجمع ب بشرط. طب ايه رايك لو احنا عايزين نعرف هو في كم محاسب؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني انا عايز اعرف عدد المحاسبين اللي في الشركه، وعدد الاداري اللي في الشركه، وعدد المهندس اللي في الشركه، صح ولا غلط؟ صح. ماشي هنروح لياسين يساوي كاونت. بصوا يا جماعه في حاجه اسمها كاونت، نسيت اقول لكم عليها. كاونت دي اللي هي ايه؟ لو انت دوست كده كاونت ايه، كاونت ايه اللي هي دي تالنت، ونروح معلمين عليهم كده، ونروح لياسين انتر، بقى في سته تمام. الكاونت دي اللي هي بتعد، بتعد اذا كانت ارقام او اسامي. فاهمين كده يا جماعه؟ الكاونت دي بتعد ارقام او اسامي، بمعنى ان انت لو كتبت هنا مثلا، هنا مثلا هو انت ماشي بص، ان انت لو كتبت هنا مثلا دي، كتبت هنا مثلا 10، وقلنا مثلا احنا عايزين نجمع او نعد كل دولت، فهندوس بيساوي هنا كاونت اي، ونروح عاملين عليه وعلامه كده، وندوس انتر، قال لك 8 1 2 3 4 5 6 7 8، عدلي ال 8. فاهمين قصدي ايه؟ اسمها كاونت اي. طب احنا عايزين نعد بشرط، يبقى ايه رحاب؟ ايوه هنعد بشرط. احنا قلنا لما جينا نجمع وجمعنا بشرط، الجمع بشرط ده اسمه صم اف. طب لو احنا عايزين نعد بس بشرط بقى، نعد عدد، كاونت كاونت اف، هي هتبقى كاونت اف. لما تيجي ندوس هندوس كاونت اهي، كاونت اف اهي، يقول لك الرينج هو ايه اللي انت عايز تعده، قول له ده. طب انت عايز تعد مين؟ اقول له عايز ده. لا معلش نسيت ادوس دي، كاونت اف اهي. بيقول لك انت عايز الرينج ده انهي رينج، او المدى، المدى الحركي فين؟ اقول له المدى اهو، ده كل المدى ده اللي انا عايز اعد منه. بصوا هتلاقي بعد كلمه رينج هتلاقي فيه حاجه اسمها كوما، لو دوست كلمه كوما الكرايتيريا، الكرايتيريا دي يا جماعه لازم تعرفوا، اول ما تلاقوا كلمه اسم كلمه كرايتيريا ظهرت، هو انت بتدور على انهي حاجه بالظبط، ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها بالظبط، وايه اللي انت بتدور عليه؟ كلمه محاسب. ونروح لياسين انتر ونسحب المعادله لتحت. ايه اللي حصل؟ بيقول لك في المحاسب في اربع محاسبين في الشركه، فين هم؟ ادي واحد اتنين تلاته، وادي الرابع اهو. طب الاداري كام؟ ده في اداريين كتير، يا نهار ابيض. ادي واحد اتنين تلاته، قطعت ولا ايه؟ ونعمل زيوم اهو، ننزل ده كده وننزل ده كده، تمام كده يا جماعه. فاحنا قلنا ايه؟ كاونت اف اللي احنا بنلاقي محاسب ادي واحد اتنين تلاته، وادي اربعه. الاداري ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه، وهكذا. فاهمين يا جماعه اللقطه دي؟ تم الاول تحسين ان هو انت اصلا كانت الموضوع راح من الاول خالص، انت بتتكلم ومحدش سامع. طب انتوا كده سامعيني دلوقتي؟ احنا كده دلوقتي سمعنا كويس. ماشي بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عايزين نعد، انا عايز اعد كام محاسب في الشركه هنا، في يعني في الحته دي تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ في معادله اسمها كاونت اف. كاونت اف دي اللي يعني ايه؟ يعني اجمع بس بشرط، او قصدي عد الاشخاص بس بشرط تمام. هنعمل ايه؟ كاونت اف دي بيقول لك ايه؟ الرينج ده، كلمه رينج دي يا جماعه تقابلوها كتير قوي في المعادلات. الرينج ده اللي هو بيقول لك المدى، المدى اللي انت عايز تعده، فين المدى ده؟ هقول له المدى ده كله، العمود ده كله اللي هو فيه محاسب واداري وقانوني ومهندس وهكذا. بعد كلمه رينج في حاجه اسمها كوما، هنروح دايسين كوما، يقول لك انت عايز تعد ايه؟ فاهمين؟ هقول له انا عايز اعد المحاسب ده او الخليه دي، وروح دايس انتر. قال لك في الحته دي كده في اربع محاسبين، ادي واحد اتنين تلاته، وادي اربعه. طب لو انا سحبت المعادله لتحت كده شويه، قال لك في تسع اداريين، في مهندس واحد، وفي اتنين، واحد قانوني، وفي اتنين اذن، وفي اتنين مبرمجين. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ سامعيني؟ ايه
حد فاهم حاجه ولا شفتوا المعادله ولا لا؟ يعني فصلت منكم ولا الدنيا تمام؟ تمام. استاذ محمد معلش انا حوار التثبيت ده امتى بنستخدمه امتى بالظبط؟ بص هو احنا دلوقتي لحد الان مفيش حاجه اسمها تثبيت بنجربها، بس انا بس عايز اوصل لكم حته التثبيت دي ان دي مش كتير بنستخدمها. يعني انا وريتك دلوقتي يا صبري حته التثبيت دي لما بتبقى خليه واحده وانت بتضرب فيها اكتر من خليه، فهمتني؟ لما انا قلت لك هنا 10 وهنا 2 تمام هنا 3، فانت دي بتثبتها، انت عايز الخلايا دي تبقى متثبته، فهمتني؟ لكن التثبيت مش موجود. يعني على فكره صبري الموضوع التثبيت ده مش موجود كتير. تمام فهمتني. هو في ثلاث انواع من التثبيت: تثبيت الخليه كلها، تثبيت العمود، تمام، تثبيت الصف. المشهور واللي الناس كلها بتمشي عليه تثبيت الخليه كلها اللي انا قلت لك عليها، تدوس اف 4 بس. تمام سامعيني كده يا جماعه كده كويس؟ انا هعمل بس ستوب شير لحظه. انتوا كده سامعيني كويس صح؟ ايوه تمام. انا كده يعتبر انا كده خلصت، انا خلصت النهارده المحاضره الاولى. المحاضره الاولى شرحت لكم ايه؟ شرحت لكم الهوم اللي هي قائمه الهوم دي كلها، شرحت لكم الجمع والطرح والضرب والقسمه، شرحت لكم كاونت اف وسام اف اللي هي تجمع بس بشرط وتعد بس بشرط، في فرق ما بين الاثنين طبعا. تجمع مرتبات، الجمع دي بتيجي معاها ارقام، اما العد بيجمع الارقام والاسامي، فاهمين قصدي؟ انا ما كنتش عايز افتح الفيديو من اول المحاضره علشان ما ياكلش من الانترنت والانترنت يبقى بطيء. حد كده عنده اي حاجه في الاكسل يا جماعه، اي حد عنده اي حاجه عايز يستفسر عنها انا تحت امركم، انا رقمي موجود على الجروب، اي حد عايز يسال في اي حاجه انا تحت امركم، ابعتوا لي وانا يعني انا بحب الاكسل. ممكن نعمل اف تاني؟ نعمل سام اف تاني؟ لا سام اف تاني. عيني انا هعمل خلاص كده يا جماعه. اوكي ماشي، انا هعمل لكم دلوقتي شير سكرين اهو، انا هقفل الكاميرا. ماشي بصوا عايزين انتوا شايفين كده، شايفين كده الحاجه واضح اهو. ماشي بصوا بقى كده، هنروح عاملين بيساوي سام اف دي اللي هي ايه؟ تجمع بس بشرط، والجمع بيكون ارقام بس، مفيش حاجه اسمها نجمع اسامي. الجمع اهو هندوس سام اف اهو، اي اي رقم 2 اي سام اف، وهتكون طبعا اول ما تتفتح بتفتح كوس. بيقول لك الرينج، الرينج ده اللي انت عايز تجمعه، عايز تجمع قصدي عايز تجمع ايه في انهي رينج؟ اقول انا عايز اجمع الناس اللي هنا دولت الاسامي دي، الرينج ده المدى بتاعه. وبعد كده بعد الرينج دي هتلاقي في حاجه اسمها كرايتيريا، هندوس كوما. قال لك انت عايز تجمع مين؟ اقول انا عايز اجمع المحاسب. وبعد كده بعد الكرايتيريا في جمع، بيقول لي بقى السام رينج، ايه اللي انت عايز تجمعه بقى؟ انت عايز تجمع مرتبات، عايز تجمع اسامي، او اقول له انا عايز اجمع دولت المرتبات دي كلها، وروح دايس انتر، انتر على طول. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان المحاسب كل المحاسبين اللي في الحته دي كلها اتجمع مرتباتهم، مرتباتهم 12000 جنيه. لما نيجي نسحب كده لتحت كده اهو بس كده، قال لك الاداريين مرتباتهم 25000، المهندس مرتبه 2000 جنيه، القانوني 2000 وشويه، المبرمج 6 وشويه. كده واضحه الموضوع ده؟ واضح دلوقتي كده صح؟ تمام كده تمام؟ تمام. طب تعالى بقى احنا عايزين نعد المحاسبين اللي موجود هنا. بص يا سيدي كده هقول له كاونت، نعد بقى، نعد يعني كاونت، كاونت يعني نعد. بص سم اف اهي عشان نكتبها، سم اف وهنا كاونت اف، هنا الجمع، الجمع بس بشرط، العدد نعيد بس بشرط، نعيد بس بشرط. هل كده كلام واضح؟ Thank you.
الكلام واضح يا جماعه؟ تمام. فاحنا بقى هنعد بس بشرط. هنعمل ايه؟ هنروح دايسين يساوي كاونت، كاونت اهي، كاونت اف اي، تمام. وهنروح معلمين يقول لك انت عايز تعد انهي، او تعد ان يعني الناس انهي في انهي حته، اقول له في الحته دي، وبعد كده اروح دايس كوما. يقول لي انت عايز تعد مين اللي هي الكرايتيريا، اقول له انا عايز اعد المحاسب ده، تمام. وبعد كده اسحب المعادله دي لتحت، بقى في اربع محاسبين، تسع اداريين، مهندس قانوني، اتنين مبرمجين. هل حد كده يا جماعه مش فاهم حاجه في الحته دي؟ الو تمام يا استاذ محمد، بس الكوما دي مكانها فين؟ معلش انا اسف. انت عندك انت ممكن ما تلاقيش عندك كوما، انت ممكن تلاقي عندك نقطة وتحتها كومة، صح كده؟ تمام. اللي هي مش اللي هي جنب ال، شفت جنب ال، عارف انت حرف ال؟ تمام. في جنبي كده نقطتين كده، لو أيوة شفت أيوة. شفت نقطتين هتلاقي عملت لك الحركة دي، اللي هي الحركة دي، اللي هي شفت نقطتين اهو، لا قصدي دي كده، انت عارف الحركة دي. تمام. تمام كده يا جماعه. بس تمام. هل في حد يا جماعه عنده اي استفسار في اي حاجه في اللي انا قلته؟ هل حد عنده اي حاجه في اي حاجه؟ تسلم يا استاذ محمد. ماشي صبر، ماشي انا هعمل بس كده ستوب شير اهو. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي شرحت لكم الحته بتاعه الجمع والطرح والجمع بشرط والعد بشرط، وكمان شرحت لكم الهم. ان شاء الله ان شاء الله المعادله، قصدي المحاضره اللي جايه هتبقى المعادلات فيها هتبقى معقده شويه، في لوك اب واف والحاجات دي كلها. على فكره معادله اف والفي لوك اب معادله مهمه جدا جدا جدا، وهتفرق معاكم جدا في شغلكم. فان شاء الله يعني اتمنى انكم تلتزموا في المحاضره اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله مش هكون ضيف رخم ولا حاجه، بس انا هوريكم حاجات فعلا هتفيدكم كتير، وهوريكم ازاي الشغل بره بيبقى شغال ازاي في الحته بتاعه المعادلتين دول بالذات. خلاص، لان من ضمن الحاجات اللي هشرحها المعادله الجايه هتكون زي الكنترول اللي بيبقى شغال في المدارس، اللي هو مثلا ازاي تعرف انك ناجح او ساقط او ناجح في ماده او ما اعرفش ايه، دي حاجات كلها بتعمل اوتوماتيك. ان شاء الله اشرحها لكم كلها. ماشي كده يا جماعه؟ سامعني كده؟ استاذ محمد قولين. عايزين حضرتك تبعت بقى الفيديو ان شاء الله اللي تسجل على ال الجروب. صح، انا نسيت اقول لكم، انا عندي قناه على اليوتيوب اسمها استرشاجي. القناه دي انا بنزل عليها الفيديوهات، وكده كده هبعت لكم اللينك بتاعتها. القناه اهي عشان تبقوا انتوا عارفينها اهو، ويا ريت طبعا تخشوا وتدعموني طبعا. انا موجود فيها. استرشاجي اهي، او استرشاجي لو انتوا دخلتوا كتبتوا الاسم ده على الـ على الـ على التيك توك، قصدي ايه، على الـ على الـ على اليوتيوب. يوتيوب. ما انا عندي برضه على التيك توك برضه اهو. استرشاجي. لا انا متابعين حضرتك على اليوتيوب، ولا ندور بقى على التيك توك. ماشي اهو، هي دي الاسمين اهو، هتلاقوني على اليوتيوب بقدم برضو حاجات في الاكسل هتفيدكم كتير قوي. فاتمنى والله فعلا هتفيدكم كتير قوي في الاكسل. فاتفضلوا اهو، ده القناه بتاعتي اهي، وان شاء الله ان شاء الله هبعت لكم الفيديو اول مرفوع على اليوتيوب على طول باذن الله. ماشي يا جماعه؟ ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا لكم. كل امتى المحاضره؟ انا عن حاجه يا استاذ محمد صغيره. اتفضل. استاذنكم المره الجايه اللي يدخل بالاسم يا ثنائي يا ثلاثي، يعني بلاش الاسم الفردي علشان الغياب لما نسجل الغياب. اعمل لهم بتعدل زي 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 اي دي كده ولا حاجه، انت مثلا الاي دي بتاعك 101 102 على طول كده، بدل ما يكتبوا الاسامي. هو علشان بس انا ما بسجله في الشيت بتاع الغياب بتاع المركزي. بعدله ازاي لو سمحت؟ من على حضرتك هتخش على الزوم يعني اول ما تفتح، وتعدل الاسم زي ما كنت كاتبه الاول. طيب اوكي، ماشي يا جماعه. ماشي ماشي ماشي. طب المحاضره الساعه كام المره الجايه ويوم كام؟ نفس الوقت 4 و4 وربع بكتير قوي ان شاء الله. تمام، يوم الجمعه يعني ان شاء الله، كل يوم الجمعه ان شاء الله. تمام، شكرا شكرا جدا. شكرا شكرا جدا لكم. شكرا لحضرتك. شكرا على التحضير. شكرا يا استاذ محمد.